أن هناك من يصرف شيئا من العبادة لغير الله ويقول أنا مقر أن الله هو الخالق والرازق، يعني مقر بتوحيد الربوبية. قلنا لا يكفي هذا، لا بد أن يفرد الله بأنواع التوحيد الثلاثة تكون العبادات كلها لله. فإذا بعد عملك منهم يعني छोटकारी में कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खालिक अथवा अल्लाह कुरान पालन करता और सृष्टि करता मान माने मात्र हो गया और अल्लाह को जिन तौहीद अक्सर सुना है कि तौहीद को जिन तीन किसी भरोसा के समय नहीं मानना पूरा करना जरूरी है. الثاني قلنا أن القاعدة الثانية أن كل من طلب القربة والشفاعة من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فهذا هو الشرك الأكبر. जिसने पनी अल्लाह ने छाड़े रा अल्लाह को अल्लाह बाय पड़ा शिफा अल्लाह अल्लाह बाय पड़ा अल्लाह को नज़दीकी अथवा सिफारिश मान दस सर जसमा जसमा जस को बोल अल्लाह बाय पसे मस बिना उलेशन कर दस सर ये खुलो शिफ. القاعدة الثالثة أن بعض الناس يظن أن الشرك فقط في عبادة الأصنام. تيسر قاعدة عمل كيف نشوف كلمة كي كوني ما كي ما نشربيه سر دس سر كي شرك ما ترى مرتي كل ما سر. القاعدة الرابعة قلنا أن فيها أن الكفار الذين بعث بهم النبي صلى الله عليه وسلم شركهم في السراء، وهذا الشرك في زماننا صلى الله عليه وسلم شركهم في السراء والضراء. تذكر أن كان عملك يبنو كي أجاك زمانك مشركين أرو سوف كبيرا كشت دوك كبيرا سوى ما الله بعد كي شبيرا أرو لي كلدا سن جبك الكفار مكة جسمه نبي كي شلا سن ده الله لبرهن بايو كي أنا سوف كبيرا الله سن يشوري أبو أرتا كلدا كلدا دوك كشت كبيرا من الله الله لبرهن. ليس معنى هذا أن نكفر الناس. यसै पढेको मतलब के होला कि यो होइन कि हामी मान्छेहरूले काटे भने भन्दैन. لا قلنا اطلاق الاحكام على الاشخاص هذا للعلماء. अरे भने कि मान्छेहरू माथि हुकुम लगाउने अनि निर्धारित गर्ने कि यो काफिर भनेर यो आम मान्छेको काम होइन यो अल्लाहको काम. هذا للقضاء. هذا يو قاضيको काम. نحن نتعلم ونحذر. हामी सिक्छौँ र आफूले होसियार गर्छौँ. على انفسنا ونحذر غيرنا. आफू पनि होसियार हुन्छौँ र अरूले पनि होसियार गर्छौँ. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لي ولكم بالتوحيد والله أعلم وصلى الله على نبي محمد وآله وصحبه وسلم. الله سبحانه وتعالى الله اللي عمره من تريو توفيد ما تقول الله اللي عمله يجنب صلى الله عليه وسلم.